تاني خطوة عندنا اللي هي الكلاسيفيكيشن اورجانيزيشن في الاستيشن بروسيس. في الخطوة الأولانية طلعت ريكويرمنت، بيانات سكاترد مختلفة بكل حاجة لوحدها، لازم اورجانيز دي الريكويرمنت دي في اوفرول ستراكشر للسيستم اللي انا هشتغل عليه او البرودكت اللي انا هشتغل عليه. لازم احط الريليتد ريكويرمنت مع بعض بشكل ان كل موديول او كل جزء كل بارت ليه الريكويرمنت بتاعته. اقسم السيستم او البروجكت لسب كومبوننت، كل كومبوننت ليه اتس ريليتد ريكويرمنت. عندي لو انا بعمل سيستم بقسمه موديولز وكل موديول بيبقى ليه الريكويرمنت بتاعته. لو انا بعمل عربيه فكل عربيه ليها كومبوننت، دي العربيه ليها كومبوننت، الابواب او الصاج ليه ده سب كومبوننت، العجل ده سب كومبوننت، الموتور وهكذا. فانت كل سب كومبوننت بتقسم السيستم كله او البرودكت كله لسب كومبوننت، وبتحط مع كل سب كومبوننت الريليتد ريكويرمنت. اخر حاجه بتديفاين ريليشن شيب بتوين ذيس كومبوننت. يعني انت حطيت قسمت البرودكت او البروجكت بتاعك لكومبوننت، لازم بعد كده احط ريليشن ده هيسمع في الكومبوننت الاخر، دوت هياثر في الكومبوننت ده، هيبقى محتاج الكومبوننت ده يخلص الاول عشان يشتغل وهكذا. يعني الريليشن اللي هتبقى شغاله وايه الامبورتنس بتاعتها. الريزلت بتاعت الستيب دي هتهلب البيزنس اناليست في الديسيجن ان هو ايدنتيفاي ايه هو الاركتكتشر اللي تقدر تشتغل عليه، او ايه الاركتكتشر اللي الديفلوبمنت هيشتغل عليه. الديزاين يقدر يبتدي يشتغل من هنا، هيديزاين بروجكت از توتال، الاركتكتشر بتاعه هقدر اشتغل عليه ازاي هيبقى بدايه من هنا. اطلع من الستيب دي اقدر ادي للديفلوبمنت تيم او الاركتكتشر تيم اللي هيشتغل معايا ستيبس واضحه متقسمه لكومبوننت اساسيه للبروجكت. فانا كده عملت كلاسيفاي واورجنايز وطلعت في الاخر بستراكشر واضح للبروجكت بتاعي. دي كده كانت تاني خطوه، ودي زي ما احنا قلنا دي تعتبر الاوت بتاعها هو بدايه الديفلوبمنت لاي بروجكت، بدايته من هنا من الاوتبوت بتاع الستيب دي.